شوفي انتي ليش قاعده هون ماسكه صورتي انا وابوكي؟ انتي منيحه ماما؟ وينو ابوكي؟ نيها شو بكي بنتي؟ قولي لي شو اللي صاير؟ عن جد بتحبي بابا؟ ايه اكيد بحبه لابوكي، انا بحبه لهيك عم بعمل جهدي كله مشانه. أبرجيتا عم تخلي الكل يحس انه هي بتحب ابوكي اكثر من اي حدا تاني، ولهالسبب انا هلا عم بعمل حالي عم ببكي وتظاهرت اني درت بالي عليه. بتعرفي شو؟ رح اثبت اني غلطانه. ليش شو؟ ليش لا تثبتي هالشي؟ ماما بابا رجع لنا هلا، نحن عيله، يعني كلنا مع بعض. ليش لحتى يكون في منافسه بينك وبين اي حدا؟ ضروري انه يكون. لساتك طفله، انت وبهالعمر ما رح تفهمي شعور المراه بعدم الامان. انت ما بتعرفي شو لازم المراه تعمل لحتى تكسب حقها وتفوز. واذا انا ما عملت شيء أبرجيتا بتاخد أبوكي منا بكل سهولة وبدون ما نحس. خلص ماما، خالتي أبو أبداً ما بتفكر هيك، وهي ما عندها نية تخرب زواجك من بابا. ما حسيت بهيك شي، وأصلاً إلها دور كبير بأنه رجعت ذاكرته لبابا، ولهيك بيكون أحسن إذا بتبطلي تفكري هيك فيها وبتشتغلي على زواجك مع بابا. بس ماما إذا أنتي ضليتي قريبة منه فأكيد أنه ما حدا رح يقدر يبعدك عنه. وبس مرة ماما ممكن تكوني طبيعية وتديري بالك على بابا؟ هاد كل اللي بدي اياه. لازم تفهمي شغلة واحدة بس يا نيها، سهل كتير انك تحبي شي حدا، بس الصعوبة انك تعرفي كيف تحمي اللي بتحبيه. تعرفي انتي ما رح تفهمي شو عم بحكي انا هلا حبيبتي، بس انتي تحبي شي حدا واثقة رح تفهمي كل شي عم بعمله هلا. ايدي شرح لاقي الموبايل وفيديو الاعتراف سوالاتك لهمون. ايه بعدين منحكي. مع مين عم تحكي؟ ودليل شو يلي عم تحكي عنه؟ ايه نانديني بحكي معك بعدين، سلام. هلا أنا كنت عم بحكي مع رفيقتي نانديني، عم نعمل شوية أبحاث بخصوص بحث الفيزياء اللي قدمناه سوا، اشتغلنا عليه مع بعض، وأخيراً النتائج طلعت وبيّن إنه التحليل تبعي أفضل تحليل. إختي شبك ليش لسه واقفة؟ طلعي على وشك كيف لونه، لازم تاكلي لك شي شغلة. روحي. ايه روحي اختي فورا، انتي لازم تاكلي شي حتى يرجع لونك، يلا روحي. الو ايه ديشا، تعرفي انه تشافي كانت رح تلقطني؟ ايه اختي اخيرا قدرت نزل التطبيق يلي قلت لك عنه انا، وهذا التطبيق ساعدني اتبع موقع موبايل ماما، لهيك حددت موقعه فورا، بعدين عطيت العنوان لماما وراحت عليه فورا لتجيبه لتقدر تثبت كل شيء، وبتمنى من كل قلبي يمشي الحال. اشا اذا قدرت ماما تلاقي تليفونها فهذا رح يكون كثير منيح بالنسبه لنا، لانه بس بابا يشوف الفيديو وقتها ما في داعي نعمل شيء نحن، هو رح يلغي عرسهم بنفسه صح؟ ها تشافي، تعي تعي. هاي شنطايتك جبتها لانك نسيتيها هنيك. منيح جبتيها، عدي بنتي حتى اقدر شوفك، لانه انا اشتقت لكم اكثر ما بتتخيلي بنتي. شبك شو صاير؟ ليش زعلانه يا حلوه؟ قولي لي شو اللي صاير معك؟ ليكي بنتي حتى انا كنت هيك مثلك،
كان بدي أكشاي يسكن بهداك البيت وللأبد. كنت عرفاني كل شي، وبمجرد ما ترجع له الذاكرة هو رح يطلع منه صحيح. بس رجعت ذاكرته كان إلى فايدة كبيرة إلنا صح بنتي؟ وصار يعرفكن أنتو الثلاثة صح، وهلأ أبوكن رجع لكن أخيراً، وكمان عرسك كان متأجل لفترة مو؟ هلأ رح تتزوجي عن قريب، أكشاي رح يعمل لك المراسم لا تاكلي هم. بس ستي أنا كان بدي إنه ماما وبابا يعملوا كل المراسم سوا، ومو بس على إنهن ماما وبابا، بدي إياهم كأي زوجين. بس بنتي هن فعلا زوجين. أنا ما بنكر إنه أكشاي تركها لأمك، بس هن ما تطلقوا لهلأ بنتي، وبعدين شيلي هاي الأفكار من راسك وحطي ببالك شغلة وحدة، شو ما قالت مهيني بتضل مانا مرته القانونية. أكشاي وبنتي لساتهم متزوجين لهلأ، لهالسبب بنتي وأكشاي هنن يلي رح يعملوا كل المراسم تبعك، وسوا كمان. أنا ما بدي غير أنه سوء التفاهم بين أمي وفيري روح وتخلص هالقصة، لأنه شو ما صار أنا لازم أتزوج فيك. حسابك 50. أنا رح أبعت لك باقي التياب بكرة، تفضل. شكرا. وين خالتي؟ الماما طلعت في عندها شوية شغل. أنا جاية لحتى أحكي معها، بصراحة كان بدي أعتذر منها وكمان أتشكرها. بدي أعتذر منها لأني كتير زعجتها هداك اليوم. طيب ليش بدي أسمعك؟ أخيراً أنا عرفت شو عم تخططي وشو اللي بدك إياه. وبدي أتشكرها لأنه لولاها ما كانت رجعت ذاكرته لبابا بهالسرعة. ما أنا مشكلة. مسكوت؟ لا شكراً. نيها، أمي مو زعلانة منك أبداً، وماما بتعرف إنه لو أي وحدة فينا كانت بنفس الموقف هاد فهي كانت رح تنفعل مثلك ويمكن أكتر. لا تحطي ببالك، هي مو زعلانة منك بالمرة. عن جد؟ ما أنا زعلانة مني؟ لا أكيد لا،